السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح ناخذ فكرة الفانكشنز اللي موجودة في اللينك اللي هي pre-defined يعني تم تعريفها مسبقا وهي فانكشنات داخلية من ضمن اللينك. أول فانكشن راح نتكلم عنها هو المن فانكشن. المن فانكشن هي أحد الفانكشنات المهمة اللي تنطي لك أقل قيمة من ضمن كوليكشن معين، على سبيل المثال ليست عندك يقدر يعرف لك أصغر قيمة في هذا الليست. طبعا هنا احنا عدنا using system، فلما نجي نتعامل مع الليست المفروض من عدنا شنو؟ انه نستخدم collection.generic لانه list من ضمن generic. اضافة الى ذلك لا ننسى استخدام شنو؟ اللينك اللي هو موجود من ضمن namespace system dot لان اليوزنج كاتبين غلط. غير تحجون يا الله، لا انتوا راح تخلوني اتعصب. ما تساعدون ابد. لينك بهذه الصورة جميل. طيب خلونا نجي نصنع لنا ليست معين. هنا نجي في داخل المين انت واكيد رقم لانه راح ينطيك مينيمم، فننطي له اسم مثلا numbers يساوي لنا. احنا ممكن انه نضع في داخلها مثلا على سبيل المثال 12 13 14 10 1 2 3 55 مثلا كنترول زي مثلا. هنا اذا اريد نعرف المينيمم فنجي مثلا نقول انت من نم فنجي نقول له شنو؟ نجي نقول له numbers dot min بهذه الصورة. طبعا هذا الفانكشن ما يأخذ أي attribute، مجرد أنه راح يطبع لك المينيمم نمبر. فإذا جينا هنا نقلنا له مثلا min بهذه الصورة، نبدأ بفانكشنات بسيطة شوية شوية وبعدين نبدي نصعبها عليكم. فالمينيمم راح ينطيني اقل قيمه. لاحظ هنا المن انطاني اياها 1، بدل ما اجي اني اعمل فور والى اخره من امور اقدر استخدم هذا الفانكشن، وهذا الفانكشن يقدر يطلع لي المينيمم فاليو. طيب هذا بالنسبه للمن، نوقف هنا نكمل الدرس القادم. مع السلامه.